وحشتوني وحشتوني كلكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الموسم الثاني معانا مع الرسم مع روني بندق. يا ريت بقى تبقوا مجهزتوا كل حاجات الارض زي ما قلت لكم في البوست بتاع قبل كده بتاع التجهيزات. اي حاجه عندنا مش عايزينها ممكن نحطها في الصندوق ده. ورق قديم، يعني انا عندي ورق ملون اهو، ماشي. عندي هاتوا جورنان انجليزي او فرنساوي قديم مثلا هنحتاجه، مجله قديمه، كتب قديمه، ورق، اي حاجه، بوك مارك، ديت مثلا كان عندي نوت بوك، يعني اي حاجه، يعني نجيب حاجه واحده مش كله. نوت بوك ملونه مثلا ممكن نستخدمها، ده بروشور مش عارفه مش عايزاه يعني بعد، يعني بس نسال بابا وماما الاول اذا كانوا عايزين ورق مهم او لا، او مجله، لو مجلة تحب بالغرب بس يا ريت تبقى انجليزي عشان لو عربي ممكن الناس بقى تفضل تركز وتشوف ايه اللي مكتوب وتسيب بقى الفن بتاعنا، فاحنا عايزين الناس تفوكس على وان ثينج. اوكي، فانا برضو كنت جايبه الوان فوسفوري ديت لسه حتى ما جربتهاش، جايبه برضو دول الثلاث هتلاقوهم في اي مكتبه، اي ستيكرات عندكم عجباكم ممكن احنا نستخدمها. خلاص ده الصندوق بتاعنا، في بقى الوان شمع، الوان ميه، فرش، كوبايات، مناديل، مناديل بتاعت المطبخ عشان لما تحصل كارثه نعرف نحلها بسرعه. الوان شمع بقى وقلم رصاص واستيكا وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. خلاص اوكي، بما ان احنا قعدنا كتير في البيت ها واتخنقنا وزهقنا، فاحنا النهارده هنرسم بيت. هنرسمه بطريقه الميكس ميديا، فاكرين اللي احنا سوري كنا عملناها في الهمبرجر، فاكرين؟ فاحنا مثلا نجيب ورقه زي دي نعملها بالطول بالعرض الزحلوف، يقولوا لي اي حاجه اي حاجه، ورق عليه حاجات غريبه او عجيبه، وزي ما قلت لكم ورق جورنال. خلاص احنا عايزين نرسم بيت وعليه عصفوره، فاحنا هنرسم البيت. يعني ممكن تختاروا اللي مش عنده ورق ملون ممكن هو يلونها ولما تنشف يقصقصها، يعمل مثلا ورقه خضراء ورقه زرقاء مع جورنان وخلاص، بس بعد ما تنشف يعني يلونها بالوان الميه، وبعد ما تنشف خالص يستخدمها كانها هي دي القصر واللزق بتاعه. فاللي موجود عندنا احنا بقى نشغل مخنا، نشغل مغلنا ونختار اي حاجه. احنا عايزين نعمل بيت، فالبيت هيبقى من فوق مثلث وبعد كده مربع، فهنعملهم كلهم في واحد، نعملهم على قد ايدي كده تقريبا. خلاص إيه، لما نستخدم مقص تبقى ماما جنبنا عشان ما يحصلش اكسيدنت كده ولا كده. إيه انا اخترت دي الباك جراوند، مش عارفه هتعجبكم ولا لا، بس حاسه انها لطيفه يعني، بس ممكن مش عارفه اعملها كده تبقى كده والعصفوره كده، انا حاسه كده. انا احط البيت هنا واحط العصفوره هنا، وممكن ورقه بيضاء عادي. خلاص يعني براحتكم خالص، اي حاجه موجوده عندكم نستخدمها. فانا اعمل ايه بقى؟ انا عايز اعمل البيت نفسه اللي هو المربع وفوقيه مثلث، بس هي واحده يعني مثلث ونازله على المربع، مش هعمل ورقتين. ممكن اعملها ورقه بيضاء، ممكن اعملها ورقه ملونه، ممكن اعملها ورقه انا ملونها من قبل كده، ممكن ورق قديم انا كنت بذاكر فيه بس يا ريت انجلش عشان لو عربي الناس هتفضل تقرا زي ما قلت لكم. فتعالوا كده مثلا نرسم. انا حاسه ان ديت عايزه حاجه ساده شويه، يعني اعمل البيت ايه بورق ورمان ده، عارفين انا هعمله بايه؟ انا هعمله بتاعه الشغل اللي انا قلت لكم عليه، ممكن ده اعمل منه ايه، اعمل منه ورقه كده، هو بالانجلش فانا ممكن ان انا ايه هيريحني اخد منه ورقه واصلا مربع، لا يكون اخد دي انا مش عايزينها اهي، ورقة اهي او مجلة او جورنال. خلاص وهي دي كبيرة، انا اشيل مثلا الحتة دي مقص، اشيل الحرف ده النعكش ده اللي انا قصيته بس كده. ممكن بقى الحتة دي انا اقصها، بصوا كده هعملها بقى عشان تبقى ايه المثلث بتاعي. دي فوق دي تحت، لا استنى لازم يبقى في بالانس
كده هننزل تحت شوية كده اهو. طب حلوة؟ بس هنلزقها هنا اهو، نلزقها لو عندنا سولوتيب. انا عندي سولوتيب ده اللي هو بيلزق من ناحيتين، ممكن تلاقوه في اي مكتبة، او جلو عادي اللي هو الاستيك ده، اي حاجة بتلزق يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تبصوا دلوقتي. بسم الله ده بيبقى جميل، بيلزق يعني، هو سلوتيب بيلزق من الوش والظهر، بس كل شوية بيبوظ. مش عارفة ولا العيال كانوا عاملين في ايه، مش عارفة. بس ايه خلاص، عايزة مثلا احط الحرف والمثلث اللي فوق باشكال تانية، ماشي، يبقى شكل تاني بقى مختلف عن ان هو يبقى سادة كده. انا ممكن اجيب دي او اجيب حاجة تانية، مش عايزة بينك، انا عايزة الوان هادية، لان انا عاملة الباك جراوند اصلا فقع، فايه اختار حاجة ايه هادية شوية شوية. كده مثلا نحط ده كده، ايه رايكم؟ اه ممكن نقص دي كده ونعمل خط فوق كده اهي، كده دي كان الورقه اهي، ورقه ده خالص، هعمل خط مستقيم كده. بصوا هتلاقوا حتى معظم الحاجات في الارض دي بيبقى مكتوب عليها بالانجلش، يعني انا هحطها كده في البيس بتاعه البيت بتاعي، ماشي. والمثلث اللي فوق برضو هقطع حتة، عندي زي ما قلت لكم اي حاجة عندنا نستخدمها. انا هلزق بس البيز عشان اوريها لكم، وبعد كده اوريكم انا هعمل ايه في اللي هو سطح البيت، ماشي. ماشي كده نلزق كده البيز بتاعتنا صح اهي، كأنها زي معوجة شوية، بس اتس اوكي. بس عايزة ارسم بقى فوق عصفورة، اه فوق بقى، ممكن برضو اعمل واحدة هنا وواحدة هنا، ماشي. او ممكن اعملها بأي لون تاني عاجبني، ممكن اعملها، عايزين نعملها بالبينك دي، هي دي رسومات، بس انا ممكن استخدمها مش رسومات، يعني ممكن استخدمها بأي شكل، يعني لو جبت انا الحاج ده هعملها هنا كده، اقص منه حتة، مش لازم كل حاجة استخدمها شايفين زي ما هي، لا استخدم الحاجة بطريقتي. اهي هقيسها، يبقى انا هقص هنا، ماشي. هعمل واحدة تانية قدها، هنلزقهم كده، اوكي. يلا بينا، اللي في كندا هيلاقوا ده سوتيب ده جبته من دولاراما، ممكن يلاقوه في ستيبلز عادي ورخيص، ماشي. ادي البيت، عايز اعمل بقى في البيت شباك مدور وباب مربع، اوكي، وعايزه اعمل عصفوره. فتعالوا بقى كل واحده بقى نعملها بحاجه بطريقه مختلفه بقى، اوكي. العصفوره مثلا ممكن ان انا اعملها، انا عايزه نص دايره وعايزه نصين صغيرين، نص دايره الاولاني هيبقى قد ايدي تقريبا، احنا ايدينا صغنططه كده، يعني ده ممكن يبقى الدايمتر بتاعها، يبقى انا هعمل دي نص كده نص، ماشي. لو مش عندكم ورق صغير، اي ورقه على قد ايديك من مجله او من ظهر كتاب ادي كده، ماشي، تقريبا راحتنا. حطها فوق هنا فوق البيت،
ولسه عايزه اعمل البيك. خش البيك. العصفوره فوق البيت لسه هعمل لها بقى راسها دايره دوره. تعالوا نعمله ابيض عادي بقى. ممكن اجيب دي ده دي اخد ظهرها ابيض اعمله دايره. يعني ايه استغل الحاجات اللي انا قصقصتها اهي. حط وشها اهي. ولا ده صغير ولا حاسه اوكي ولا ايه؟ حلو. تعالوا استنى تعالوا نعمل واحده اكبر. نعمل واحده اكبر شويه. نعملها دي. لا حاسه هتبقى شكل ضيق. طب ايه رايك معايا لو بينك؟ بصوا بقى لو بينك هتضرب في شكل حرف البيت من فوق. ممكن اعملها حمرا. يعني انتوا بتبصوا كده تختاروا الالوان بس هي نختار اللي احنا عايزينه اللون اللي بيعجبكم وتغيروا. لا انا حاسس مثلا كده يعني بصوا كده بيل كده دبلانه. انا هحط راس حمرا كده يعني توضحها اكتر. يعني ايه كده بسم الله. الراس اهي. انا كنت عامله واحده دوارة تاني اهي. مش حارمي حاجه كلهم هستخدمهم كلهم اهي كده. حاسه الراس كبيره شويه. طب نصغر الحمرا شويه. يعني انتوا كده بنجرب كده ونشوف. حطيت جواها البيضه بس اصغرها. يبقى تقريبا الحمرا كده كانها ايه بوردر للروس. هنحط بقى لسه جواها عينين. بسم الله. هنا كده. قلم اسود و نعمل عينين. عايزه بقى ايه مثلث كده لونه ماشي يبقى ايه بقى. بس انا حاسه ان هو دبلان شويه فانا ممكن اعمله بالاسود. انا حاسه ان البيت بيل شويه يعني حاساه ان هو كله فاتح. فانا لو كله فاتح كده انا ممكن اعمل له بوردر. لو انتوا كله غامق في غامق شويه خلاص ما تعملوش بوردر. انا بس اللي هعمله. اللي انا بعمله ده ما حدش يعمله غير لو الالوان كلها فاتحه. يعني ما كنتش ناوي اعمله بس حاسه ان ده فاتح وده فاتح وده فاتح فاهمين. فحاسه ان هو لا محتاج حاجه سودة شويه تحدده. ادي نص الدايره وادي راس العصفور. هبقى نعملها بقى كده. لا عنده يعني لو الخلفيه مثلا بني او حاجه ممكن تعملوا بقها اصفر. بس انا عشان عندي ده اصفر ومش عارفه اعمل لها ايه. انا خايفه احط لون تاني يتبوظ صح. ماشي اهي. نيجي بقى ايه هي كده العصفوره بقى فين الجناحه بتاعتها. فاحنا هنعمل نص دايره زي دي بس نصين نص ونص ماشي. نحط واحد فوق واحد تحت يبقى كانها ايه بتطير. ممكن نعملها لون احمر زي راسها وممكن اعملها. انا مش عايزه استخدم البينك لان انا مستخدماه هنا. ممكن اعملها اسود عادي على فكره. ممكن استخدم اسود او ان انا ارسمها بالقلم الاسود. تعالى نستخدم الاسود احلى عشان تبقى كلها ايه. انا هعمل دايره بس اصغر من ايدي بقى شويه يعني قد 3 4 صوابع كده مثلا دايره وبعد كده اقسمها بالنص. اوكي هتعالوا كده ماشي.
بعدين هحط اشوف نص الدايرة هحطه يبقى كده مثلا. حاسه كبير شويه، صغره، تعال صغره، صغره حتى صغننه صغنطوطه. فين السلافيت؟ هحط الحته المدوره هنا على البيت، ما يبقاش ستريت على ستريت، ماشي. وفي واحده تانية هحطها بس اداري حته منها تبقى كده مستخبيه، بس هصغرها، حاسه دي كبيره شويه هصغرها. ماشي، هنعمل هخبيها بقى ورا جسمها، ومش معقول هشوفها كلها. هحط بقى السوريكات في ظهرها او الجلو كده يا اختي. غلطة نزلت السوريكات على الجناح اللي عادي عادي عادي، كلنا بنغلط. I learn from my mistakes، ف I love my mistakes، ما عنديش مشكلة. برضو هنحط الحتة المدورة، بصوا بصوا استنى، ماشي. هخبيها كده يعني تحت تحت جسمها شوية، ماشي. بعد كده عايزه بقى مربع او مستطيل اسود ودايره شباك، اي لون بقى. بس انا برضو ايه اختار لون غامق. يعني تعالي مثلا اعمل باب في الاسود اهو، تعالى اعمل باب. باب البيت حاسه مقاسه مظبوط، انتوا ايه رايكم؟ صح مقاسه مظبوط، مقاسه مظبوط. طيب وعندي قلم ابيض ده برضو، اللي عامل اسود ساعات بيبقى عندي قلم ابيض او ذهبي. بصوا هوريكوا دلوقتي، او ذهبي او فضي، او اختاروا يعني اساسا مش لازم تعملوا باب اسود. لو ما عندكوش اسود ارسموه، لا يعني اي حاجه اللي يعجبكم. بس انا عشان قلت لكم الخلفيه فاتحه، يعني لو حد على الباك جراوند خضراء او زرق مش هيحتاج ان هو يغمق، هيبقى عايز الدنيا تبقى فاتحه شويه. فهمتوني؟ تعال اهو انا مش شباك بقى، شباك هعمل دايره هنا. تعال نعملها بلون ايه؟ انا كنت جايبه النوتس دي، هنعملها اصفر. كده رايكم؟ قاعدين في الهوم بقالنا كتير، ممكن نكتب عليها سويت هوم فوق، لافلي هوم، او اسمي احمد هوم، نيدو هوم، بيرد هوم، مفيش مشكلة اللي يعجبكم. ايه رأيكم؟ حلوة؟ طيب لو عندنا بقى استيكرات، استيكرات لو عندنا استيكرات، عندي عصفورة، يعني انا بصيت لقيت عندي عصفورة، انا ممكن احط عصفورة، ممكن احط وردة، ممكن احط شجرة. عارفة كده ينفع البيت بتاعنا، او ممكن تبقى نعتبرها عيشة العصفورة. لو هنعتبرها عيشة العصفورة، الباب ده مش هنع مش سمعين.
ثواني بس اما ازق العصفورة دي طبعا هتصفر. لو كده انا اعتبرته عش، وساعتها البتة مش هيبقى بالشكل ده. البتة ممكن نعمله مدور، لان العش بتاع العصفور بيبقى بابه مدور او ممكن مربع بس معلهوش الاكسات دي، ممكن يمشي كده او يمشي كده. تمام، يعني عايزين تعملوا بيت بتاعكم وفي عصافير ماشي مش عايزين تعملوا كأنه عيشة العصفورة، نحط بقى خضرة كده وبتاع ماشي، بس ساعتها الباب ده هنغيره او ممكن نعمل رسمتين. نعمل رسمة تانية، حطيتها كده ماشي. ونفس الورقة دي لو انا مش عايزاها خلاص ممكن ان انا استخدمها كباب صغير كان موجود كده للعصافير. لو هو بيت عصفور بيبقى موجود دايما على ستاند او حاجة خشب، ممكن ان انا اعمل الستاند ده. لو مش عايز اعمله خلاص، لو انا عايز اعتبره بيتي واحنا بقالنا كتير في الهوم، ممكن اعمل شبابيك وممكن اعمل عصافير كتير، ممكن اعمل اي حاجة تعجب او انا مبسوط بيها. لو بورق جرنان هيبقى احلى كمان، عشان هتبقى الكلام فيه قليل، بس انا ما عنديش جرنان للاسف، بيجي نايم الخميس بس ما عنديش جرنان، فهيبقى الكلام فيه زحمه اكتر فهيدي شكل احلى، عشان انا الباك جراوند عندي هاديه، الالوان بتاعتها الوان مياه هاديه. خلاص شوفوا عايزين تزودوا ايه ممكن تعملوا. ممكن لو حد عنده عمل العش او البيت صغير ممكن يعمل جنبه عصفورة تانية هنا زي ديت، يعمل واحد تاني بس بألوان تانية مختلفة بقى زي ما هو عايزة. خلاص نيجي الهوم بتاعنا او عيشة العصافير بتاعنا كده، عندنا فكرتين نعمل فيهم اللي احنا عايزينه. اتمنى تبقى عجبتكم، اشوفكم على خير بكرة في نفس الميعاد الساعة 8 بتوقيت ام الدنيا. باي.